السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ عبد الله. وعليكم السلام يا مرحبا وسهلا. معك حمد بن سعيد بن حمود الحراسي. والنعم والله حياك. كيف حال الأخ عبد الله؟ الحمد لله نشكر. عندي موضوع الأخ عبد الله بخصوص شارع بعد معاناة، طبعا تواصلنا مع الجهات المختصة سواء من دائرة الطرق عفوا بجنوب الباطنة ومن مكتب المحافظ، لكن بدون أي فايدة وبدون أي رد يعني مقنع مثلا أن بعد فترة بيتم المعاينة، بالرغم أنهم جاي وزاروا الموقع وشافوا الشارع، وهذا الشارع متأسس من فترة طويلة. وين؟ يعني يمكن في رستاق قرية جمة. نعم. بتواصل من دوار الحزم 9 كيلو إلى قرية جمة داخل بالنفس. هذا يتبع البلدية ولا يتبع يتبع تواصلت أنا تواصلت مع كل الجهات، سواء الشرطة تم التواصل معهم لأن كان الشارع خربان في الأجواء المناخية هذه الأخيرة، فقالوا لي تواصل إحنا مع البلدية عشان إنه يتم المعاينة. قلت لهم أنا موجود في أي وقت حبوا يعرفوا الموقع بوصلهم. طبعا البلدية ما تواصلت معي. بعد فترة تم التواصل، رحت وحدي دائرة الطرق وتقابلت مع المدير وجزاه الله خير، ما أقول لك لا، تقبلني وشرح لي الموضوع لكن ما أمني بأي شيء. يعني قلت له هذا يتبع وزارة النقل؟ تابع حال وزارة النقل. وزارة النقل طبعا حولوني عند المحافظ، مكتب المحافظ، قال احنا ما نقدر نفيدك. زين هذه تابع حالكم انتو. كل شخص يحولني مكان، كل شخص يحولني مكان. بعد معاناة بعد كل شيء رحت وقابلت المحافظ وخبرته هذا الكلام في شهر 9 2021، أعطيته الأوراق اللي هي، وقال لي إن شاء الله في مناقصات يمكن تنزل على بداية شهر 12 هذه السنة الماضية. قلت له تمام، لكن يقول ما وعدك، أكون معك صريح ما أحب ألف ودور وأقول لك إنه قال لي كذا ولا، أعطاني بالمختصر قال ما وعدك. إنزين الشارع هذا تم مناقشته في 2019 وسابقا في طلع في المعرفة قناة أو في الأخبار عفوا في الجريدة شباب جزاهم الله خير كتبوا الحوار وطالبوا بمعالجة الشارع هذا أو أنه يزالته من أول وجديد، لأن هذا لما تجي الأمطار أو يجي الأجواء المناخية هذه أو الوديان لما تجي قارفة يتم حفر الشارع هذا. فالمعاناة لما احنا ما مشكلة، أول شيء الشارع ما في إنارة، الشيء الثاني الشارع اللي يجي من خارج البلد وقت متأخر يطيح في هذه الحفرة دائما سيارة مختربة. أنا بنفسي هذا حصل معي، وفي شخص كان صادفنا بالصدفة في جنوب في الدائرة هذه مال الطرق جاي كان يقدم شكوى معهم أساس إنه يصلحوه، فقالوا جاي قبل شوية شخص من نفس البلد. نعم. تواصلت مع الشخص قال أنا اليوم طايحة سيارتي. قلت له أنا قبل معاني وفي أشخاص يجيوا معنا يزورون البلد ويطيحوا في نفس المشكلة. نعم. فهذه المشكلة تتكرر. الحين قبل كمين يوم نازل القوى المناخية، طبعا التراب ما أعرف زالوه أو لا، أنا ذاك الصوب ما توجهت ما طلعت. نعم. لكن الحفرة ما زالت تزيد عمقها يزيد عمقها. المكان اللي لما هذا الشارع ينتفخ حتى الصالون، طبعا دفع رباعي ما في مشكلة لكن الصالون يلحق من تحت. يعني أنا عندنا صوالين بغض النظر اللي عنده دفع رباعي ما مشكلة، لكن أنا أتخيل أني طالع متوجه مثلا إلى البلد. نعم. في سيارة جاية من الشارع الثاني، أنا ما عندي مجال، لازم أطيح في الحفرة، وين أروح؟ يعني أنا سواء من مكتب المحافظ من دائرة الطرق والمدير بنفسه، وفي كان جاي واحد وفد من مسقط ما أذكره ما أذكره يعني، بس رئيس قسم هو، وخبرته بالموضوع هم حتى ما بيني أكلمة، بس رحت له فجأة كذا. نعم. قلت له الأخ كذا كذا موضوع، قال استقبل الأوراق. من طلع هو المدير مال الدائرة قال لي أنت ما في أمل ولا تتعب نفسك وخلي غيرك يتابع روحه في لجنة، يعني ما أمني بخير. طلعت طول هذا الطريق 9 كيلو. 9 كيلو يعني حتى ما أنه يعني مسافة طويلة ولا شيء. ما مسافة طويلة، والمشكلة والقهر هذا الشارع أنتوا لو تشوفوه حتكم غير صالح للاستخدام أصلا. وقال الموقع في نفس المهندس طابع حال وزارة الطرق، ولاقيته أنا تابعتهم بعد فترة من جيت من الدوام خبرته قال لي بنفسي زيرنا الموقع وشايفنه غير صالح الشارع. نعم. القم انه يقولوا لك غير صالح، حتى هذا المحافظ بنفسه جنوب الباطنة قال لي انا استخدمه بشكل يومي غير صالح، معناته من تنتظروا انتم تنتظروا لين ما يصير حادث زين. او تنتظروا يتكسر سيائير الاوادم ولا كيف ما زين. حمد عشان نكون عمليين، واضح من كلامك ان الطريق يتبع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فهذه الرسالة نوجهها لهم، لكن عفوا فقط اسم الطريق بالتحديد. من دوار الحزم إلى جمة قرية دوار جمة. الحزم جمة. نعم.
طيب. هذا الشارع يخدم طبعا حال الشرطة لأنهم القيادة موجودة في جنوب الباطنة في نفس الشارع، يخدمهم هم بشكل دائما. طيب تواصلنا مع الجهات هذه. نعم واضح، نحن نحول الموضوع بكل تفاصيله إلى وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات ونسمع تعليقهم حول هذا الطريق إذا كان جزاك الله خير خطتهم يعني خلال ال. لأن المشكلة ما يأملوك يعني يقولوا لك في الوقت الحالي ما في، إنزين متى أنا ما تخطر بسيارنا إلين ما مثلا لا قدر الله يصير أو إذا كان في حلول يعني إذا كان تهيئة الطريق من أول وجديد بمواصفات عالية مكلف وما يمكن تنفيذه، وش هي المعالجات على أقل تقدير؟ فنحن نسألهم هذه التساؤلات، هل هذا الطريق من ضمن خطتكم في 2022؟ إذا كانت الإجابة لا، إيش هي البدائل؟ إيش هي المعالجات؟ ونسمع منهم إن شاء الله حمد. طيب بارك الله فيك وجزاك الله خير. وأنا اتجهت لهذا الطريق بعد معاناة لأن زرنا يعني توان طريق وزارة الطرق، عفوا مديرية الطرق ومكتب المحافظ، لكن بدون أي تأميل أن هذا الشارع يتصلح أو يعني. نعم وانت ما تتحدث ترك عن شيء شخصي، هذا الطريق يخدم يعني مجموعة كبيرة من الناس يعني أشخاص سواء إحنا أو أشخاص من خارج البلد، لما يجيوا لما يكون ربعنا جايين من البلد متوجهين على العمل طايفين لك مثلا يقول لك الشارع هذا مالكم ليش وليش ما تتكلموا يا أبوي تكلمنا، لكن ماشي من لا حياة لمنتدى. واصل صوتك يا حمد والآن على الهواء مباشرة بالإضافة إلى تحويلنا هذه المكالمة بتفاصيلها إلى وزارة النقل. طيب بارك الله فيك الأخ عبد الله وجزاك الله خير ومشكور.